ما بغاش يسالي يا خويا. مازال يبانو ناس اخرى. مازال ها؟ مازال ومن 2020 تينصب 2020 الله يدير الخير وصافي. وقلت لي ذاك النهار في الفيديو قلت لي راه لا جات حاله اخرى ولا جاو الناس غيدوي راه غادي يبانو وغادي يدوي راه ماشي يعني حق الرد راك يعني قال لك اه مرحبا لا درت شي حاجه انا مرحبا راه كاين الامن مزيان. متبعين الخيوط ديال هذه القضيه هذه تنشوفوا شكون الصالح وشكون الطالح. الامن دابا راه غادي ياخذ المجرى ديال. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من مكناس وفي اطار تغطيتنا لملف ما بات يعرف بالنصب على اموال الطوموبيلات في يعني الناس اللي كيشريوا الطوموبيلات او اللي كيبيعوا الطوموبيلات اللي كيقولوا انهم تنصب عليهم وما خداوش الرزق ديالهم وكل واحد والروايه ديالو وكل واحد وكيفاش الطريقه باش مشى ليه رزقه. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في ضحيه جديده ينضاف لضحايا اللي تنصب عليهم في سياراتهم من طرف عصابه كما كيقول خداو لي 3 المليون وبغي و 140 الف من الفوق وبغيت القضاء ينصفني. الجديد مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في القضيه هو انه تم توقيف المتهمين او المشتبه فيهم على موضوعين الان تحت تدابير الحراسه النظريه تم التوقيف ديالهم يوم امس من طرف المصالح الامنيه بمفوضيه ويسلان من اجل تعميق البحث وكذلك والان موضوعين رهن الحراسه النظريه من اجل تقديمهم على انظار النيابه العامه المختصه. ومعنا ضحيه جديد في هذا الملف هذا اجيو نشوفوا اشنو واقع من بعد القنيطري ومن بعد السيد اللي كان داز معنا اللي مول الفيات 500 وكذلك الموظف وها هو مره اخرى هذا حتى هو كيقول لك بعث لهم طوموبيل ب 5,800,000 فرانك خديت منها جوج او 60,000. عاود لينا شنو وقع لك خويا انت معنا على المباشر كذلك ما بغاش يبان يعني بالوجه ديالو مشاهدينا احتراما لظروف العمل وكما كنعرفوا الالتزامات وزيد وزيد وهذا الشيء خلى كما قال هو ما فيه ما يبان ما فيه ما يبان. نعم الله يكتب علينا ويكتب عليكم مكاتب الخير. السلام عليكم. المهم انا نقول لكم يا مواطن المغربي وهذا الشيء ولا تيضحك والله من بعد هذا المشاكل اللي طرات لنا هذه شهر ونص ولا شهرين. نعم هذا السيد المهم انا نعاود لكم هذه الحجه هذه جا عندي واحد السيد المحلي قال لي واش عندك شي طوموبيل للبيع ما تنعرفو ما تيعرفني هو سمسار قال لي قلت له كاينه الطوموبيل المهم قال لي اجي نشوفوها شفناها كان معاه هذا النصاب هذا الكبير ديالهم فجينا انا السلام عليكم قلت له قال لي الطوموبيل قلت له راه غنبيعها قال لي اخر ثمن قلت له اخر ثمن 6 قال لي الله يسخر ما زاد معايا ما قلب قلت له قلب الطوموبيل قال لي وجهك ماشي ديال العيب والطوموبيل راه نقيه ثقة هو عطاك الثقة عطاني الثقة جبد لي الفلوس هكا يا عرام جبد لي 1000 درهم قال لي ياك فاش قلت له يا ربي 6 قال لي هذاك السمسار ولا لا غنحيد لك واحد 1000 درهم قلت له ماشي مشكلة 1000 درهم خذها هذيك وانا غنزيد المهم عطاني 1000 درهم قال لي غدا غادي تجي ان شاء الله لويسلان وغادي نكملوا الاجراءات وشنو شنو قلت له مرحبا مشاو بحالاتهم لا غدا في الصباح مع ذاك 11 ولا هذا جا عندي السمسار تلاقينا في حمريه طلعني لعندو المهم فاش دخلنا لعندو قلت له الا مشيو لا فيزيت قال لي لا الطوموبيل راه باينه نقيه وانت باين انسان زوين راه ما بايناش فيك شي تحرميات وهذا صافي مشيو مشينا نيشان تكاتبنا دخلنا للبلديه ديال ويسلان تكاتبنا الله شد هذاك اللي كيكتب لنا عطاته قال لي عطيه شي 4000 ريال تنعطيها لك نفس البلديه كلشي كيتكاتب في هذيك البلديه كاينه شي حاجه تما المهم كنتمنى من الامن ان يفتح تحقيق كاينه شي حاجه في البلديه علاش؟ بان السيد فاش كتكاتب تيشد الوراق وتيعطيهم له وكيشد الفلوس شنو هادي علاش قدامك هادشي انا اللي عطيت الفلوس انا اللي تدورتي معاه انا اللي قال لي عطيت انا عطيت شحال عطيتي عطيته 4000 ريال نصب علي تنصب عليا وعطيت الفلوس المهم هي هذيك تكاتبنا كدا شد الوراق قال لي لا نمشيو مشينا للمحل باش غادي يجبد لي الفلوس حتى دخلنا للمحل وقال لي وغنمشيو لا فيزيت قلت له اخويا راه في الاول قلت لك قال لي وضروري من الاحتياط ضروري راه تكون شي حاجه المهم مشينا لا فيزيت خطرت ما بقاش صافي دار اللي بغا تكاتب وشد الكرطونه شد كل شيء المهم ملي مشينا لا فيزيت دخل عند واحد خينا في لا فيزيت ما نقدرش نسميها باش ما نسموها ليها بدون ذكر الاسماء المهم لا فيزيت قريبه بين حمريه ويسلان المهم هضر معاه مع شنو قالوا دخلوا الطوموبيل
هبط لذاك السفلي طلع عليه هكذا، جا عنده قال له الطوموبيل مقيوصه، جا عندي قال لي هكذا الطوموبيل مقيوصه وما قلت له شوف الشريف، قلت لك بانني الطوموبيل مقيوصه جيت الباب كذا كاع الطوموبيلات مقيوصين حتى الباليو مقيوصه. الله يرحم الوالدين، هي هذيك فاش قلت له كيفاش؟ ما قال لي والمهم يلا نمشيو دابا ويكون خير. مشينا للمحل، السيد ما بقاش داك الايمان وديك الهضره الزوينه وهذا تغيرات، قال لي لا طوموبيل وكذا. مني شافني لصقت صافي قلت له خويا جوج الحوايج، تشد 1000 درهم ديالك واعطيني فلوسي واعطيني طوموبيلتي صدقت صافي ونفريو حنا كاع نكملوش كاع هاد البيعه. ايه صدق النصاب اللي مع داك الشريك وقال لي كيفاش وراه عاطينك 3000 درهم شادين عربون فيها 3000 درهم واش حنا نضيعوا في 3000 درهم؟ باعوها وشدوا العربون فيها قال لك تيكذبوا ولا ما نعرف. المهم هما بثلاثه داروني الوسط داروا فيا ما بقى. انت بوحدك ما معك حد؟ بوحدي. دابا انا كنشوف لاجونس ديالهم تنشوف 20 طوموبيل محطوطه ويا راه كلها الناس اللي تيحطوك تيحطوا كما دابا نجي للذكر كيحطوني في قهوه وكيقادوا معنا ناس اخرين تما منصوب عليهم. المهم تبدلات اللغه قال لي شوف اخويا. المهم ملي شافني لصقت فيه ما بغيتش نحيد قال لي شوف غدا اجي نكمل لك فلوس. من ذاك النهار يا تيشدنا ذاك الشريك وذاك ذاك السمر اللي خرج في اللايف تيشدني كيحطنا في القهوه تيقول لي ها هو جا حتى تيكمل العصر. ما لقيت ما ندير غوت لواحد الصديق ديالي الله يجازيه بخير فاعل حقوقي قلت له شنو طاري لي وشنو طاري لي. طلعني لعند رئيس المنطقه من هذا المنبر هذا كنشكرو بزاف. هذاك ماشي امن، هذاك اول حاجه طبيب نفساني. نعم. لان بديك الدخله اول حاجه انا كنت ندير واحد الفكره. رئيس المنطقه واش جيتي هنا الحمريه ولا رئيس المفوضيه؟ ما عارفش رئيس المفوضيه ديال المسلم. المهم انا عارف بان سميتو محسن ما عارفش. نعم. المهم تحياتنا لهاد الناس هادو على العمل الكبير. الله يعمر له الدار ومن هذا المنبر تنقول له الله يرحم لك الوالدين. أيوة تنقول للمواطنين هاد النصاب راه تيكذبوا اللي تيقول لك شاريين البوليس ولا شاريين المخزن ولا شاريين المحكمه راه تيخوفوا عباد الله. راه ما كاينش هاد الشيء. راه اقسم بالله العظيم الا فاش دخلت لعند هاد السيد هذا بيروه محلول عباد الله راه ماشي كنافق والله شاهد عليه ولا كنكبر بهم ولا هذا، ولكن تنقول لكم شنو كاين. راه اللي عنده شي مشكل يتجه للامن راه غادي تاخذوه حقكم ومن غير الا ما كان القانون الغابه راه ما فيها قانون. المهم نعم. دخلنا عند رئيس المفوضيه هذا رئيس. المهم انا ما عرفتش مدير هذا رئيس المفوضيه. دخلنا عنده جلسني قال لي شنو المشكل؟ قلت له راه تنصبات عليا في الطوموبيل. قال لي واش فلان واش زير نيشان نعم سمح لي جبت السميه. نعم. المهم جهز تليفون الله يجازيه بخير ديالو غوت لهم قال لهم هذا السيد هذا راه عيق راه خاصنا حل هذا السيد هذا عدة شكايات عنده هذا غوت الكوميسي. المهم خلوني نهضر بالدارجه ما نعرفش انا. نعم ولكن عدة شكايات كان ضد السيد راه ما كاينش شي دليل كيثبت الادانه ديالو. ما عرفتش انا في هذا الشيء يعني لا يعني ما يثبت انه نصب على كل هذه. هاد الناس هاد الناس عندهم قوانين كيديروا معاك القانون. هذا راه كاينش بحال دابا انا صورني في البيرو ديالو بان عاطيني 2 مليون و40 فهمتي وجرني لعندو دغيا دغيا باسني جوج بوسات وخلاني تنغوت خارج البوليس شافوني خارج تنغوت تيقول لي تلقدا واجي نكمل اكيد جرني وباسني زعما بان واش اللي شاد فلوسو غيخرج تيغوت طالع له الدم وتيغوت ما يمكنش. هما البوليس قالوا لي اللي مساكن صابوا لي المحضر من هذا المنبر تنشكرهم تا واحد الشاب والضابط ما عارف سميتهم ولكن تنشكرهم تا همايا وقالوا لي غتاخذ حقك والطوموبيل راه كاينه وراه طاري فيها مشكل قلت لي جا نصب طوموبيلتي على شي واحد من العراج والطوموبيل محطوطه عنده تمايا قلت لهم عندك يمشي بيعها قالوا لي لا راه ما يبيعش حنا راه غادي نوقفوا على هذا الشيء شوف يا فلوسك يا طوموبيلتك. من هذا المنبر هذا تنشكر هذوك الناس تا همايا وتنشكر الكوميسير اللي عندهم تا هو تمايا. المهم داروا لي رابور ديالي مسائلي قلت لهم انا بالطيب ما عرفتش بالغباء ولا طيبوبة ولا ما نعرف قلت لهم راه السمسار راه غيشهد معايا راه عطاني نمرتو راه غيشهد معايا. داروا لي السميات السمسار تمايا تا هي بالرابور تيضحك هذا الشيء حق الله فاش داروها ليا. المهم ملي كترجع داك السيناريوهات كتجيك ما دوجتش ما نكذبش عليك جلت وجيت لهاد المدينه سلاوي عليا. المهم فاش جا المهم اثنين هو غابرين حتى الخميس حتى الجمعه. المهم الخميس والجمعه والسبت والحد تيمشيو عليا وتيجيو المحالي. خدوا بالكم اصحاب السيارات المستعمله. خدوا بالكم وما تشدوا الفلوس شوفوا ما تعطيو ديك الكرتونه حتى انا شوفوا شديت فلوسي ولا ما شديتهاش. انا تنقول للناس ما تثيقوش راه هاد الناس خطيرين راه ماشي غير هادو ما بقاش الثقه انا تنقول ما بقاش الثقه. نعم. فهمتي في اقرب الناس ليك واقيلا وما تثقش دابا. نعم.
المهم هي هذيك الفلوس كتغير بنادم بزاف. خويا حم خوني انا هادو دابا انا والله ما بقات فيا الفلوس، بقات فيا الشمته بانني انا تاجر وتقولبت، كنلعب مع ناس في كازا بفلوس صحيحه ومناطق اخرى، وجيت حتى لهاد البراهش وداروا هادي ما فهمتش. هي هذيك جا السيد غابرين كيمشيو عندي للمحل وتيرجعوا تيرغبوني، قالوا لي ونعطيوك 4 المليون ديرها بحال دارتك صيدا. قال واش هذه هضره؟ قلت له علاش ومعايا هذا معايا الفاعل الحقوقي واقف معايا تيتسنط. قال له هذا راه ماشي هضره، انت علاش ما ديرش انت بحال طحتك وكمل له غير رزقه. قال له انت ما كنهضرش معاك. قال له حنا كنهضروا مع هذا السيد، كنهضروا مع مولي. يعني بغاو يقلبوا معاك. تيقلبوا. المهم انا عطيت قول للرئيس بانني غنتبع القانون، انا ما تهمنيش الفلوس، انا القانون بغيت نشوف واش هاد الناس الا كانوا شاري القانون شاري الامن هنا غتبان، كانوا هاد الناس هادو بانهم تيكذبوا هي غتبان. والحمد لله والشكر لله ان هاد الناس بعدا قبل الحمد لله بعنا الامن هو دار خدمته، فهمتي؟ المهم جا السيد وبانت الحقيقه، بانت الحقيقه، ما كاين لا مشرى لا بيع ما كاين والو، راه غير شوف غير الناس كتحاول تفقدك الامل. كنقول لك واحد الهضره باش نبين لك انني عندي نفوذ وعندي، باش انت زعما تقول صافي تقطع لي ياس كما كنقولوا. هو اللي لقيت هاد السيد مسكين تيضرب في وجهه تيقول حسبي الله ونعم الوكيل. قال لي اخويا راه هي غتمشي غتعذب راسك، هادو راه عصابه وراه عصابه منظمه، انا راه ما صورت منهم والو. هنا فاش كتسمع بحال هادشي واحد قالها لي راه منصوب عليه حتى هو خدام في مخبازه. وفاش جيت لعندو قلت له اشنو طرا لكم مع السيدات؟ وقال لي لا لا هذاك ما بيناتنا والو، هذاك راه 1000 درهم راه غنعطيه والو، راه تفاهم. المهم مشيت خربيق ديالو هذا حتى هو شي مول المخبازه حتى هو مسكين خدام في مخبازه مسكين حتى هو الظروف بغى يبيع طوموبيلته. المهم هي هذيك فاش جاو نهار الاثنين قال لهم الرئيس الله يجازيه بخير، طلعنا عند الرئيس انا والفاعل الحقوقي، قال لهم دابا غيكون دابا غديروا لنا حل هذا المشكل، راه عيق علينا. غوتوا له ما جا توافق اش بغى، فاش جا جايب سيدي وجايب معاه السمسار. فاش قلت له السمسار اللي غيشهد معايا ويقولوا لي، قال له هذا الكوميسير قال له شوف اليوم غدا ولا غدا اليوم الاخيره ولا ما كي قال له الدنيا غدا الاخيره قول الحق. قال له نقول الحق. قال له شنو؟ قال له هذا السيد هذا راه شاد 4 المليون وطوموبيل بيجو 2013 شهر 9، وفي الاخر قال لك بان ب 4 المليون. ودابا اي واحد كاع ما عارفش الحديد ما غينويها. المهم قال له شنو كتقول؟ قال له الشهر خلاني كنشوف فيه. السيد جاي باش غيشهد معايا ولا ضدي؟ صدمت بقيت تنشوف فيه. قلت له على تقليدك؟ قال لي على تقليدك. قال له الرئيس قال له دابا شنو غديروا؟ قال له بكول فرحان هو، قال له بحال مقاد شغله ولا ما نعرف ولا. قال له اخويا ديروا لنا رابور وصيفطونا للمحكمه بانه خارج. هذا هو اللي بقى دابا انا ديالي ما بغاش تحيد لي بحال تحداني وتحدى الامن ما عرفت بارونتاج بقات. المهم الناس الله يجازيهم بخير الامن قالوا لي شوف تسنى، داروا له رابور اللي عليهم داروه، غوتوا الاستاذ الوكيل قالوا له السيد اشنو طاري له اشنو طاري له، هذا السيد راه عنده شكايات. المهم راه هذا جايب سيدي قال لهم يترخى ولا ما عرفتش داك القانون اللي بيناتهم المتابعه تتقدموا. المهم هي هذيك، وانا كنخرج بالتصريح نتاع واحد الراجل مسكين تيبكي من قنيطره تيقول انا ما قديتش نخرج بلايف لانني غادي نبان حشمت. شنو نقول لهم؟ نقول لهم راه تقول بتخريا ما تقول تنصب عليا. المهم يا هذيك شتا داك الراجل ما رضيتيش شمتاه وما رضيتيش ما لا دابا انا عرفتي شنو اللي خلى واخا مشى لك رزقك واخا جا هانية عباد الله غتقول لهم وجهي يبقى واش غتبقى الناس تصوني عليك وتقول لك ولا فلان واش تقول بتي واش حمار واش وانت كون باغي طوموبيل علاش مشيتي لتما؟ دابا هذا عنده لاجونس عباد الله، راه عنده لاجونس وعنده الطوموبيلات قدام 20 طوموبيل ولا اكثر عنده والامن عارف علاش غيطمع فيك وعلاش غيدير وبين هذه الولايه وبين هذا الامن من هنا ومن هنا كوميساريه من هنا وكوميساريه من هنا وهو وسطهم هذا قاعد حتى جوج كوميساريات هو وسطهم وتينساب راه مصيبه هي هذيك هو كيقول لك راه سمعتي الكلام ديالو ديك النهار كيقول لك انا ما كنصبش انا كنبيع وكنشري كندير التجاره والحمد لله ما بين البيع والشراء هو مشى المنطق ديال الله يجعل الغفله ما بين البيع والشراء ايوا صافي هي الغفله راه فيها بزاف حنايا الحمد لله عندنا انت نسيت الغفله انا ماشي غفله انا دار لي الطلب فهمتي ولكن انا من هنا شنو كنقول له؟ تنقول له خرجتي في اللايف كتقول بان الامن كاين في البلاد والحمد لله الامن كاين في البلاد وهمدين تمكناس فيها امن فهمت هما بينوا لك بان الخدمه ديالهم راه كاينه ماشي انا لما انا لا ديكلاريت وفتمت خاص ما يفيد خاص ادله لانه تعرف القانون كاين تحريات الحجاج والدلائل الناس داروا تحريات ديالهم زادوا شكايات من بعدي
فهمتي؟ هذا خلى بان يفتحوا تحقيق كثروا الضحايا كثروا الضحايا وهذا راه عرفتي مو الدوت ديال الناس دابا الاغلبيه ما مديكلاريينش كيخلعوهم بدي كان عنده نفوذ فهمتي؟ انا كنتمنى من مدير الامن ومن رئيس هذا الرئيس هذا المنطقه اللي مسكين فتح لنا الباب ديالو وتعامل معانا يتفتح تحقيق شكون اللي واقف معاه؟ الا عنده اللي واقف معاه يبانو ولا ما عندوش يتربى هذا هو اللي تنطلبوا حنايا وكنشكر بهذه المناسبه كنشكر النقيب المحاميين اللي فتح لي الباب ديالو بلا ريال بلا جوج فسمع هذا الشيء اللي طرا لي من الفاعل الحقوقي استقبلني وقال لي غنوقف معاك هز طوموبيلته وهبط هو عند الوكيل وهضر وكنشكر الاستاذ هو اللي واقف معايا وكاينين تنقول للناس راه كما كاين الصالح كاين الطالح راه كاين الصالح راه كاينين الناس تبارك الله كفاءات وناس ولاد الناس اللي وقفوا معايا وجراو معايا وما خلاو ما داروا وما غيرضوش بالظلم وبالحقرة نعم وكنتمنى دابا اخر حاجة كنتمنى من القضاء ان يبين يعطي الكلمة ديالو ويبين للناس بان هاد العصابة هادي يقول لهم بان القانون كاين ويضربهم بيد من حديد كنشكر جميع الفاعلين الحقوقيين واخر حاجة كنشكر قناة شوف تيفي لانكم ما كانتش هي راه ما غتكونش هاد الحالة هادي وتنقول القنوات اخرين كفانا من التفاهات تنقول لهم شوفوا المواطن مسكين شنو طاري ليه راه ماشي هي اللي غنا نتبعوه ولا هذا احنا قناة وحدة اللي تبعاتنا انا كوما شفت هاد الناس الضحايا هادو باش غنعرفهم كون انا تنايا داير شكايه وقال سمح لي ما عارف والو كنتسنى انا كوما شفت هاد الضحايا هادو واش راجل يبكي واش هاد الناس المسؤولين ملي يشوفوا راجل اي راجل يشوف راسو علاش غيبكي هذا اللي غيجي من قنيطره حتى لهنايا ويضيع رزقه ويبعد في محطه ويبعد في محطه والله الا بكاني هذاك الراجل حق الله الله ينعلبوا الفلوس وتصور دابا انا كنخلي محالي وكنخلي شغلي وكنبقى طالع حتى لويسلان جوج الطاكسيات ونعاود واش التجاره وانت كتاجر واش التجاره ما فيهاش الانسانيه ما كتعرفش بالانسانيه ضروري من الانسانيه كيدخلوا عندنا ناس واش دابا انت كتاجر كتقلب غير على الرباح ما كترحمش خوك انا لا قلت لك واحد القضيه راه ما كنتمنى ان نعطيك النمره نتاع واحد الناس وخا طولت في الفيديو وغوت له انا ديك المليون اللي عطاوني قسما بالله والله شاهد عليه والفاعل الحقوقي واقف معايا ودخلت للكوميساريه لقيت مراه كبيره وولدها مشدود على الشيك وهو فوندور تيبيع ويشري فهمتي مالك المهم ترى ولدي شدوه ليا الله شاد عليا شاد هذيك شد المليون بقات منها 40000 ريال غنزيد عليها ونعطيها وقال لها المحامي شنو درت شديت هذيك شد المليون مشينا انا وهذا الفاعل الحقوقي الله يجازيه بخير قسما بالله راه كاينين شباب راه زعما شنقول كاينين الرجال كاينين قال لها المهم شنو قالت له شنو قال لها لا لا معايا مشينا لقى المحامي تيعرفوا وقفنا عليه قلنا له شنو قال لك راه الشيك بخمسة هاد المليون شنو المهم قال له شوف غادي الحل هاد المرأة هاد الولد اللي عندها هو اللي خدام عليها قال له دابا الحل قال له شوف قلت له شنو اخويا قال لي خمسة قلت له اخويا عندي جوج تشدها جوج ديالك انت خلصتي على ذاك الدري اللي مشدود بالشيكات ايه تبارك الله عليك اقسم بالله العظيم مشيت انا واختو وذاك الفاعل الحقوقي للدار زيد سعداتك اخويا اين علبوا الفلوس وانت واكل الاعصاب جهه وزيد تبارك الله عليك شي مغاربه كيدير هو كاين هذا السيد هذا وكاين المحامي اللي دابا هو واقف معايا هذا المحامي اللي كان غيدخل هذا السيد الحبس تفعلو شي راه هو اللي واقف معايا وصلتك الاخبار ديال انه تم التوقيف ديالك وصلتني الاخبار طولك البارح الدراري قاموا بالمهمه ديالهم ورئيس المنطقه حتى هو يا والله الا فرحانين وكنتمنى من جميع الضحايا كاملين يجيو غدا ان شاء الله ويوقفوا باش القضاء يعرف غدا كاين تقديم باش يعرفوا بان هذا السيد هذا راه ما كاين لا رشوه ما كاين لا فلوس ما كاين حتى حاجه وشكرا بزاف شوف تي في وشكرا للامن وتنشكروا القضاء وكنتمناو يعطينا الكلمه ديالو الاخيره ان شاء الله ثقتنا كبيره في مؤسساتنا الحمد لله مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في فقط كيبقى الدور في الاول وفي الاخير كيبقى على المواطن من اجل التبليغ والمتابعه والوقوف على شغله فكما كنقولوا اللي كدوي معك لا رانا خدام وخاصني نمشي نجيب طرف الخبز للوليدات وخاصني لكن كاين القانون الشريف راه التراخي ديال المواطن بعض المرات كيخلي بعض النفوس السيئه صحيح. انها تطغى وتدير ما بغات وتطور وتدير فلوس على ظهر المساكين والدراويش استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه لا زال الملف مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي على انظار الامن والقضاء هو اللي غيقول الكلمه ديالو الاخيره في هذا الملف هذا من بعد طبعا تبت يعني الادله والحجج وتبين انه هاد الناس فعلا نصبوا على هاد الناس فكنتمناو انه يكون تفاعل ايجابي مع النداءات ديال هاد المواطنين اللي كنسمعوا الان انهم وضعوا الشكايات ديالهم وكان الان يعني العدد غادي وكيزاد كل نهار كيبان ضحيه
بالنسبه لنا في قناه شوف تيفي ما زلنا في متابعه هذا الملف، دورنا حيادي كما استمعنا للضحايا، استمعنا كذلك المتهمين في هذا الملف هذا، والان السلطات كتقوم بالدور ديالها، غادي نتسناو الكلمه الاولى والاخيره للقضاء في هذا الملف هذا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من مكناس، ما زلنا في متابعه هذا الملف تنعرفوا اشنو المآل ديالو مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. وهنا كنقول اصحاب السيارات المستعمله ردوا بالكم، وغنوجه النداء مره اخرى للجهات المختصه اللي هي وزاره النقل والتجهيز، الله يجازيكم بخير، ديروا شي آلية، وضعوا شي آلية لبيع السيارات المستعملة، وعلاش ما تكونش بلاتفورم، نستافدوا من التكنولوجيا، راه كل شيء ولا سهل. إلى اللقاء مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي.